الأهلي ولاعيبته بيساعدوا كوكاكولا اللي بتدعم الكيان إنها تستغل اسمه علشان يكسبوا تعاطف الجمهور، والناحية التانية المقاومة الفلسطينية بترد بتيشيرت الزمالك، أما جمهور الأهلي فقرر إنه هيقاطع الماتشات لحد ما النادي يفسخ التعاقد مع كل شركات المقاطعة. إدارة النادي الأهلي في موقف ما يتحسدوش عليه وبيستقبلوا موجة قوية من الهجوم سواء من الجمهور أو من الداعمين للقضية الفلسطينية، وده بعد ما ظهرت منتجات شركة كوكاكولا عليها لوجو النادي الأهلي، ده غير صورة لاعيبة الفريق من إعلان للشركة، وغرض الإعلان إن الجمهور يروح يشتري منتجاتهم بعد كم الخسائر اللي تعرضوا ليه طول الفترة اللي فاتت، وده طبعاً خلى الجمهور يهاجم الإدارة واللعيبة بشكل كبير ويطلبوا فسخ التعاقد من كوكاكولا وليبتون وكل شركات المقاطعة اللي بترعى النادي. وزاد غضب جمهور الأهلي أكتر لما انتشرت فيديوهات لأفراد من المقاومة الفلسطينية وهم لابسين تيشيرت نادي الزمالك، وكمان بعد الأخبار اللي انتشرت اللي بتأكد إن الزمالك جاله عرض من كوكاكولا علشان ترعى التيشيرت بتاعه، لكن مجلس الإدارة رفض العرض بعد هتافات جماهير الأبيض برفض العرض، وفعلا استجاب مجلس الإدارة ليهم وقال إن النادي ملك الجماهير. وطبعا انت عارف المنافسة بين الأهلي والزمالك، فجمهور الأهلي شاف إن الزمالك مقاطع وداعم للقضية ومفيش أي سبونسر بيرعاه ضمن شركات المقاطعة، أما الأهلي فبدل الراعي عنده 2. ولكن برغم كل الهجوم على الأهلي إلا إن في متخصصين كتير طلعوا شرحوا ليه النادي ما فسخش العقد مع كل الشركات دي، والإجابة إن الاتفاقات بين الراعي والنادي ما بتكونش بأرقام صغيرة أو شرط جزائي يدفع بسهولة، وإن التعاقد مع شركة كوكاكولا كان في شهر 6 السنة اللي فاتت، يعني قبل أحداث غزة بأربع شهور كاملين، والأهلي وقتها كان موقع على حملات إعلانية لشركات كتير سواء بمشاركة لعبته أو بظهور شعار النادي على المنتجات دي، وطبعاً الإخلال بالعقد هيعرض النادي الأهلي لمشاكل كبيرة. والسؤال هنا هو الأهلي لو قرر يفسخ العقد ويدفع الشرط الجزائي ده بالتالي هيأثر على موارد وميزانية النادي، هل بقى الجماهير هيكون عندها صبر إن يحصل تعثر أو الصفقات ما تكونش على المستوى المطلوب زي ما الجماهير بتتمنى؟ خلينا أقولك إن بعض من جمهور الأهلي وقف في صف مجلس الإدارة وقالوا إن الأهلي عبر التاريخ وهو دايماً داعم ومساند للقضية الفلسطينية، وهو النادي الوحيد اللي بعت مساعدات لإخواتنا في غزة، ولكن دي حاجة ملهاش علاقة بالقضية. شاركنا برأيك في التعليقات وما تنساش الفولو علشان فيديوهات تانية كتير.